كتيرة، ونطمن من اه طبعا زميلنا محمد توفيق على طبعا تمرين الفريق، واطمنكم ونحاول نطمن طبعا من الجهاز الطبي على اصابة الشناوي. الف سلامة. طبعا خرج اه امبارح طبعا في طبعا ماتش المقاولين مصاب، ونزل كابتن علي لطفي. توفيق، مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن رمضان السيد، واحد من يعني نجوم النادي الاهلي، ربنا وكمان يخليك متعنا كتير جدا في التدريب وقطاع، ومدير فني لاكثر من فريق. بنرحب بيه وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الله يخليك اهلا بيك يا كريم. محمد. محمد، نطمن منك على تمرينته النهارده، استعداد الاهلي الماتش حرس الحدود، وطمن جماهير النادي الاهلي، وطمنا احنا كمان على اخر تطورات. انا عارف انه في النهارده فحص طبي المفروض ياخد عليه كابتن محمد شناوي عشان تحديد حجم الاصابه، لكن لو عندك اخبار او تطورات جديده في النقطة دي تحديدا يا ريت نعرفها منك. ابدا بان اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي، زي ما قلت يا احمد الشناوي بطمنكم على حالته، كان النهارده بس تدريب استشفائي للشناوي والمجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في تدريب في مباراه الامس امام المقاولون العرب، وانتهى بالطبع بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. ولكن طبعا دكتور احمد ابو عبله قلت له، قال لي بكره هنبص عليه وهو قريب جدا ان شاء الله نطمن على حالته ويشارك بشكل طبيعي جدا في التدريب الرئيسي استعدادا لمباراه حرس الحدود. فبطمنك وطمن كل جمهور النادي الاهلي، الشناوي الحمد لله الموضوع بسيط جدا، وهو الجهاز الفني والجهاز الطبي ما رضيش يخاطر بيه امبارح وفضل سحبه من المباراه، ولكن حالته مطمئنه بشكل كبير جدا. لو ما كانش موجود في المباراه الجايه هيبقى موجود في اللي بعدها ان شاء الله، فالموضوع بسيط جدا الحمد لله رب العالمين. بطمنك كمان يا احمد وبطمن جمهور النادي الاهلي، مروان عطيه الحمد لله النهارده موجود لاول مره في تدريبات النادي الاهلي، موجود وشارك بشكل طبيعي جدا في تدريب الفريق النهارده. عمرو السوليه، شادي حسين، محمود متولي شغالين في برنامجهم التاهيلي طبعا بعد الاصابات المختلفه اللي تعرضوا لها في الفتره الاخيره، ولكن موجودين وبيوصلوا يعني برامجهم التاهيليه بشكل اكثر من رائع. كمان اكرم توفيق وكريم فؤاد طبعا اللي حاصل على اجازه طبعا للزواج، ان شاء الله برضو يعني امورهم مطمئنه جدا وشغالين في برامجهم بشكل اكثر من رائع. بشكل عام بقى يا احمد، يمكن الفريق النهارده المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الامس كلها بتخوض تمرين استشفائي في الجيم الخاص بفريق النادي الاهلي هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره. بقيه اللاعبين اللي هم معظمهم يعني يمكن القوام الاساسي كله النهارده بيخوض تمرين قوي جدا على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، طبعا نظرا ان هم ما شاركوش في مباراه الامس. يمكن طبعا قبل التدريب كان في محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر، اتكلم طبعا مع اللاعبين عن خلاص المنافس القادم وهو فريق حرس الحدود. يمكن الجهاز الفني برغم حسم بطوله الدوري العام وبرغم خروج يعني حرس الحدود من المنافسه ومن بطوله الدوري بشكل عام، ولكن طبعا كل مباراه على حده زي ما كنت بتتكلم احمد في المقدمه، انت بتلعب على الثلاث نقاط وتاكيد جدارتك بالفوز بالدوري العام ووصولك لرقم صعب اي حد يلحقك فيه وهو 43 بطوله دوري عام، اعتقد صعب جدا اي حد ينافسك في الرقم دوت. فالجهاز مركز جدا، اللاعبين يمكن تدريب قوي جدا بدنيا، ومن بعده كمان خلاص تدريبات الكره حالا شغاله دلوقتي، ويختتم التدريب باذن الله بتقسيمه في المجموعه الموجوده. عدد من الناشئين طبعا موجود في التدريبات النهارده يا احمد، التدريب طبعا هيختتم بعد قليل اقل من ساعه ويكون التدريب خلص خلاص ان شاء الله. بكره التدريب الاساسي هيكون فيه تمام السابعه مساء، هشارك فيه كل المجموعه سواء اللي كانت بتاخد على برنامج استشفاء النهارده او المجموعه اللي بتتدرب النهارده، ومن بعدها ان شاء الله الدخول في معسكر مغلق والاستعداد لمباراه حرس الحدود، المباراه اللي هتشهد وتويج باذن الله فريق النادي الاهلي بدرع الدوري العام والبطوله 43. وان شاء الله باذن الله يعني كل طلبات النادي الاهلي تبقى مجابه ويكون حضور جماهيري كبير والنادي الاهلي يحتفل وسط جمهوره على ارضه في استاد القاهره باذن الله ببطوله الدوري العام، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما على صداره الكوره في مصر وفي افريقيا كمان. يا احمد القندوسي شارك في التدريب النهارده بشكل كامل يا محمد؟ قندوسي موجود بيشارك بشكل طبيعي جدا مع بقيه زمايله، كمان محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، المجموعه اللي كانت غايبه طبعا للايقاف كلهم موجودين، كهربا، حسين الشحات، كل المجموعه يا احمد الحمد لله زي ما قلت لك كلهم بيشاركوا بشكل اكثر من رائع. حتى الشناوي زي ما قلت لك النهارده راح زيه زي بقيه زمايله تدريب استشفائي، بكره ان شاء الله بنسبه كبيره هيبقى في التدريبات، لو حتى مش موجود وفضل الجهاز الطبي مش موجود هيبقى ان شاء الله موجود على طول بعد تدريب الحرس. كل العناصر الحمد لله موجوده حالتها الفنيه والبدنيه مطمئنه، كمان ظهور احمد صديق النهارده نجم النادي الاهلي السابق في فتره المعايشه مع مستر مارسيل كولر وحوارات جانبيه بشكل مستمر على طول، وطبعا بياخد جرعات تدريبيه، يعني فرصه اعتقد لاحمد صديق واحد من نجوم النادي الاهلي المخلصين طبعا انه يكون موجود مع مدير فني كبير زي مستر مارسيل كولر لاعداد كوادر للنادي الاهلي في المستقبل باذن الله، زيه زي مدربين كتير جدا النادي الاهلي بيبقى حريص على تاهيلهم عشان يكونوا موجودين ويبقوا امتداد لمدربين كبار جدا في تاريخ النادي الاهلي، وطبعا على راسهم كابتن رمضان السيد ضيفك الكريم في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق، دي اخبار تمرينه الفريق النهارده، وطمنا على حاله الشناوي.